تعالوا بقى نروح كده لمشوار الدوري والاهلي وبيراميدز، وزي ما بنتكلم كده يا رب كده بدايه هذا العام، وده هيبان يعني من خلال المباراه ان شاء الله النهارده، بس يا رب بدايه هذا العام تبقى مختلفه، تبقى زي ما بتقال كده العهد اللي احنا نعرفه على النادي الاهلي. النهارده الساعه 7 طبعا اللقاء المهم جدا بين الاهلي وبيراميدز هيكون على استاد القاهره، وده ضمن منافسات الجوله يعني ال 11 لبطوله الدوري الممتاز. طيب الاهلي من ناحيته راح نتكلم عننا شويه، احنا بدانا اوريدي الاستعدادات لمباراه بيراميدز من يوم الخميس، كمان احنا لعبنا يوم السبت مباراه وديه لو حضراتكم تابعين على ملعب التتش، كان امام منتخب غانا، ده للمحليين، كان مشاركه مجموعه من اللاعبين الشباب، حاجه كانت برضو محترمه جدا. طيب من ناحيه بقى الثقه، احنا اعتقد كلنا ثقه باذن الله النهارده الاهلي يواصل سلسله الانتصارات بعد مباراه سيراميكا كليوباترا اللي انتهت بالتعادل، اللي الناس كانت زعلانه برضو، وانا ليه بتعادل مع سيراميكا كليوباترا؟ وانا ليه مش عارف احقق نجاح من الدقايق الاولى يا جماعه في الماتشات بتاعتي، خصوصا لما بلعب مع فرق طبعا لها كل الاحترام، بس يعني الفروقات الفنيه واضحه، ترتيب الجدول واضح، ليه انا مش بحقق الانتصارات وفي الدقايق الاولى؟ ليه مش بخلص الماتش بدري؟ ليه بقعد لغايه اخر لحظه اعصابي مشدوده وبتعادل مع فرق انا كنت زمان بكسبها؟ يعني ده كله اتقال، لكن خلينا نقول لحضراتكم مشوار الاهلي في المباريات اللي فاتت برضو عشان نبقى مستوعبين لحد دلوقتي احنا حققنا ايه. احنا لعبنا 10 مباريات، جمعنا فيهم 24 نقطه، فزنا فيهم في 7 مباريات، ده كان على حساب كل من هنا عندك الاسماعيلي، اسوان، الداخليه، طلائع الجيش، الاتحاد السكندري، غزل المحله، وفاركو. تعادلنا في 3 مباريات امام كل من فيوتشر وسموحه وسيراميكا، والحمد لله. لو انت هتتكلم كده انت راضي ولا لا؟ انا راضي. ليه؟ لان مفيش خساره سجلت لحد دلوقتي. الأجل الأهلي عفوا سجل 12 هدف واستقبل شباكه 5 أهداف في الدوري، ده كده المشوار حتى هذه اللحظة، احنا عملنا كده زي سامري للي حصل لحد دلوقتي، فبإذن الله نرجع لطريق الانتصارات اللي أنا كنت بتكلم حضراتكم عليها، والنهارده هتبقى بداية موفقة، دايما كده البداية لما بتبقى برضو حلوة بتفرق بشكل كبير حتى ولو نفسيا، فإن شاء الله ده يحصل.